دونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ ترونكو مافيوف أوجد عمر شراك، مرحبا بكم في فيديو يعني أو في لا بارتي دو ديال الفيديو ديال الموفمون داكور. دونك إن شاء الله غادي نكملو هنايا لا فيتيس مويان ولا فيتيس انستونتاني في هاد الفقرة هادي داكور. دونك غادي نرجعو للمثال ديال أحمد وسلمى وبهذا اللي شفنا في لا غولاتيفيتي دو موفمون داكور. دونك غنفترضو واحد القصة مثلا ديال أحمد وسلمى وبدر، وحنا تبداو كيتناقشو على لا فيتيس، يعني كومون كالكولي لا فيتيس داكور. دونك سلمى مرفحة واحد شوية، عندها واحد الرادار يعني مزيغة واحد شوية، واحد الرادار كيكالكولي لا فيتيس. دونك كاملنا كنعرفو هاد الرادار، واحد هاد الرادار هو اللي كيكون عند يعني عندنا لي جون دو جوندار مثلا ولا البوليس داكور، كيكون عندهم واحد الرادار باش كيحسبو لا فيتيس ديال مثلا ديال واحد المتحرك ولا واحد الموبيل. دونك هاد سلمى اقترحت على بدر انها شكون هو فيهم اللي غادي يحسب لا فيتيس ديال احمد، شكون هو فيهم اللي غادي يحسب لا فيتيس ديال احمد يعني افيك بريسيزيون. دونك سلمى قلنا مرفحه وعندها واحد الرادار اللي هو عايقه به وباغا تعيق على يعني على بدر واحمد، قالت لي ان هذا الرادار يحسب لي لا فيتيس كيلكو لا ميثود، يعني كيلكو سوا لا ميثود اللي غادي تستخدم انت السي بدر داكوغ. دونك بدر ما رضاش وقال لاحمد، قال لي انت غتقطعي لي هاد الباركور مثلا غتقطع الباركور من واحد لا ديستونس من ا، واحد لا بوزيسيون من ا حتى لبي، وانا غادي نحسب هاد لا فيتيس يعني من ا حتى لبي. دونك سلمى دونك ا يعني احمد عفوا غادي ينطلق من لو بوان ا لو بوان بي، يعني غادي يقطع المسافه ا ا بي، لا ديستونس اللي غادي يقطع هي لا ديستونس ا بي متفقين، ولا فيتي ولا دوغي اللي غادي يستغرق هي واحد لا دوغي مثلا كيلكونك متفقين. دونك ما غاديش نركز على لا مسافه وديلتا تي اللي كيبني هو لا فيتيس. دونك احمد غيقطع هاد المسافه كامله بواحد المده زمنيه ديلتا تي كيلكونك، عقلتو على المسافه والمده الزمنيه داكوغ. دونك بدر فاش غيدوز من حدا سلمى غتستخدم الرادار متفقين، هي حاطه الرادار اللحظه اللي غادي يدوز من حداها احمد، باش يدوز من حداها احمد عفوا غتحسب لا فيتيس ديالو، غنسميوها في سلمى لا فيتيس ديالو، غتلقى فيها مثلا 5 متر بار سكوند، لقات فيها 5 متر بار سكوند. دونك بدر شنو الطريقه اللي دار بدر؟ شد لا فيتيس شنو باش حسبها؟ حسبها بالعلاقه ديال تي سيغ ديلتا تي، كاملنا كنعرفوها هي لا فيتيس مويان، شد المسافه ا بي ديال المسافه اللي قطعك احمد كامله وقسمها على المده الزمنيه، يعني هو ديجا حسب هذه المسافه هذه متفقين، وقسمها على المده الزمنيه عنده كرونو وحسب بهذاك الكرونو شحال استغرق احمد من لو بوان ا لو بوان بي. تو سامبلومون لقى 4 مثلا فيغول 5 متر بار سكوند. دونك سلمى بدات كضحك على احمد على بدر عفوا، ان هذيك لي كالكول ديالك راه غالطين، وهذيك لا فيتيس اللي حسبتي راه ماشي صحيحه، هذا الرادار ما يمكنليش غلط لانني شريتو غالي داكوغ. دونك نظركم شكون اللي غادي يكون صحيح، واش لا فيتيس ديال بدر ولا فيتيس ديال سلمى؟ دونك بطبيعه الحال راه بجوجهم صحاح. دونك احمد غادي يجي عندهم بجوج غادي يقول لهم راه لا فيتيس ديالكم راه بجوجهم لي فيتيس سون يعني سون كوريكت داكوغ، حتى وحده فيهم ما غلطه. غير احمد حسب لا فيتيس مويان متفقين، اما سلمى فهي حسبت لا فيتيس انستونتاني في هذاك الانستون فاش داز من حداها احمد. دونك سلمى الرادار شنو كيحسب لها؟ كيحسب لها لا فيتيس انستونتاني، يعني في ديك اللحظه فاش داز منها احمد هذيك هي لا فيتيس ديال احمد، 5 متر بار سكوند هذيك هي لا فيتيس ديال احمد في الانستون فاش كيدوز هو يعني من قدام سلمى تو سامبلومون. اما بدر فهو ما حسبش لا فيتيس انستونتاني، حسب لا فيتيس مويان، وهذا لا فيتيس مويان كيفاش كنحسبوها؟ كناخذ المسافه كامله على المده الزمنيه المستغرقه، دونك هي ماشي يعني ماشي اون فيتاس اللي كتكون في لحظه ما كيهمهاش هي شحال كتكون غادي انت وصل الباركور، لا كتاخد هي المسافه كامله على المده الزمنيه داكوغ. دونك جوجو سو سون دي فيتاس كوريكت، لا فيتاس الاول اللي حسبت سلمى كنسميوها في اون فيتاس انستونتاني داكوغ، فيتاس انستونتاني. دونك سميناها لا فيتاس انستونتاني، يعني هي لا فيتاس اللي كتكون في لحظه، هي الفيتاس مثلا اللي كيحسب ليا مثلا الكونتور ديال لا فواتير، باش كتشوف انت لا فواتير مثلا داك الكونتور كيعطيني مثلا لا فيتاس مثلا هي مثلا 80 كيلومتر في الساعه، هذيك لا فيتاس اللي كتشوف في ديك اللحظه، ديك اللحظه اللي يعني كطيح الكونتور هذيك لا فيتاس راه فيتاس يعني انستونتاني 80 كيلومتر في الساعه متفقين. اما لا فيتاس مويان يعني ماشي كنحسبوها في لحظه، كناخذوا المسافه اللي قطعتي مثلا من واحد المدينه لواحد المدينه وكتقسم على المده الزمنيه داكوغ. دونك هنايا عاوتاني كترجع سلمى للبادر كتقول لي ان لا فيتاس اللي عندك هي صحيحه، انت راه حسبتي فيتاس مويان، ولكن هذيك لا فيتاس اللي مويان ديالك راه قديمه متفقين واكل عليها الدار. دونك
كيف يقول لها بدر كيفاش اكل عليها الدار، تقول لي ديك لافيتاس ديالك ما كتمكننيش انني باش نعرف واش المومون، يعني واش يونيفورم يونيفورم، واش الموفمون غوطاردي تفهم او لا اكسيليري. باغ كونطخ لا فيتيس، يعني لا فيتيس ديالي انستونتاني، راه كتمكنني نعرف لا فيتيس واش اونيفورم ديال احمد او لا غوطاردي ولا اكسيليري. اونيفورم راه شفنا العام اللي فات هي حركه منتظمه، اكسيليري هي حركه متباطئه، و اكسيليري هي حركه يعني متسارعه. داكوغ، دونك في الحقيقه سلمى عندها الصح، لا فيتيس مويه ما كتمكننيش انه ما كتمكننيش انه يعني نعرف الموفمون ديال الجسم واش كان متسارع ولا متباطئ، خصوصا مثلا اي متسابق كما كان في اي باركور راه غالبا ما كنهضرش على متسابق يعني اللي كيكونوا مثلا في السباق، كنهضر على واحد الشخص عادي اي واحد يعني بصفه عامه، راه في الاول كيجري بلا فيتاس ديالو يعني تقريبا كامله، كيجري يعني بلا بلي غروند فيتاس ديالو في الاول، ابخي راه كيعيا وكتبدا الفيتاس ديالو كتنقص حتى كتولي فواحد الريتم اللي هو شويه كونستانت، ولكن لا في الاول كتكون عنده حركه متسارعه موفمون اكسيليري في الاول. دونك هنا لا فيتاس مويان 4.5 ما غاديش تمكنني انه باش نعرف واش لا فيتاس متسارعه هنايا، يعني واش اكسيليري هنايا ولا متباطئه الى اخره. باغ كونطخ لا فيتاس انستونتاني وي نقدر، يعني سلمى في اشاك انستون كي تعرف لا فيتاس، هنايا الا شافت لا فيتاس بالرادار في الانستون غتشوف هنا لا فيتاس مثلا تقدر تكون في الاول يعني 7 متر بار سكوند، هنا تقدر تكون عاوتاني هنا مثلا 8 متر بار سكوند اكسيتيرا. دونك هنا في الاول تبان ليها لا فيتاس غادي وكتزاد، دونك ابخي كولك مومون تولي كتبان ليها لا فيتاس مثلا 6 متر بار سكوند 5 متر بار سكوند 5 متر بار سكوند 5 متر بار سكوند. دونك فهاد لا ديستونس مثلا لا فيتاس هنايا راك غادي وكتنقص ال ديمينو، دونك هنايا كنقولو موفمون غوتاردي يعني متباطئه، متفقين. في لا بارتي الاولى كانت هنايا مثلا في الاول لا فيتاس ديالو زيرو، دونك غادي وكتبقى غادي وكتطلع بقات غادي وكتطلع حتى وصلت 100 متر بار سكوند، غادي نقولو موفمون اكسيليري حركه متسارعه. باغ كونطخ في الاخر بقى غادي ب 5 متر بار سكوند، راه غادي نقولو موفمون ديالو فيتاس ديالو كونستانت، يعني حركه ديالو او السرعه ديالو ثابته، دونك هنا غادي نقولو موفمون يعني يونيفورم. دونك الرادار كيمكنني نعرف اشاك انستون لا فيتاس، ولا عارف اشاك انستون لا فيتاس راه غادي نعرف انه واش الموفمون غوطاردي ولا اكسيليري ولا يونيفورم. دونك اشنو وقع بدر؟ دونك كمل معايا باش نكمل القصه. بدر مرضاش صافقين، بقى متعلق بهذيك ديك لا فيتاس مويان وما تصرطات ليش، علاش تقول لي سلمى ان ديك لا فيتاس ديالك راه قديمه، صافقين. دونك اشنو غادي يدير؟ غادي يمشي كيدير لي ريغوشيرش ديالو باش يشوف واش كاينه شي طريقه باش يحسب لا فيتاس انستونطاني يعني بالعلاقه ديالو، داكوغ. وفعلا فعلا بدر كيقلب وكيلقى واحد العلاقه انه يمكن ليه يحسب لا فيتاس انستونطاني بلا فيتاس مويان، صافقين. دونك غتقول ليا كيفاش؟ دونك شنو غيدير بدر؟ بدر قلنا غادي يحاول يستخدم لا يعني لا غولاسيون ديال لا فيتاس مويان دي سيغ ديال داتي، داكوغ. دونك ولكن بشرط انه يعني باش يستخدم هاد لا فيتاس خاصو اش؟ خاصو تكون ديك المدة الزمنية اللي غادي يحسب فيها لا فيتاس مويان باش غادي يدوز يعني هاد احمد محدا سلمى، تكون واحد هاديك لا فيتاس مويان خاصها تكون في واحد المدة اللي هي صغيرة، متفقين. دونك بدر لقى انه باش يحسب لا فيتاس انستونطاني باش غيدوز احمد محدا سلمى يقدر يخدم لا فيتاس مويان، ولكن بشرط ان ديك المدة الزمنية ديال طاتي باش غيدوز احمد مسلمى تكون صغيرة بزاف، يعني يكفي انه يشوف المسافة متفقين اللي غادي يقطع احمد في هذيك المدة الزمنية، وغادي تكون هذيك لا فيتاس راه قريبة لا فيتاس انستونطاني ولا هي نيت، داكوغ. دونك شنو غايدير شنو غايدير بدر؟ بدر غادي ياخد غادي يعاود تجربة، غادي يطلب من احمد انه يعاود تجربة، ينطلق من ا حتى لبي متفقين، ويدير واحد الكاميرا انها تصور ليه مثلا احمد يعني طول هذا الباركور، وفاش يدوز هاد احمد من امام سلمى متفقين غادي ياخد واحد يعني غادي ياخد واحد لونجيسترومون، متفقين. دونك هو شنو دار؟ غادي ياخد واحد لونجيسترومون يعني طول هذا المسار، يعني اشاك يعني اشاك واحد مثلا واحد المده زمنيه مثلا يعني اشاك مثلا واحد 0.1 سكوند 0.1 سكوند ولا مره اشاك يعني 0.1 سكوند، غادي ياخد واحد ليماج، متفقين. علاش؟ باش يشوف يعني المواضيع اللي غادي ياخد احمد يعني اشاك فوا، داكوغ. دونك غادي يجي حتى الموضع فاش غادي يدوز احمد محدا سلمى، متفقين. وغادي ياخد هاد لي دو بوزيسيون مثلا حنا نسميوهم هاد لي دو بوزيسيون
la position فاش غيدوز احمد بحدا سلمى غيسميها لا بوزيسيون ام اي، صافي غيسميها لا بوزيسيون ام اي. فاش غيدوز احمد امام سلمى هي اللي هي فين غنحسبوا لا فيتاس انستونتاني غادي يسميها ام اي. دونك تبع معايا مزيان، ولا بوزيسيون اللي غادي تكون قبل منه غيسميها ام اي موان زان، صافقين. ولا بوزيسيون اللي غتكون بعد لا بوزيسيون ام اي غيسميها ام اي بلس ان، صافقين. داكوغ، دونك هاد لا دوغي اللي غتكون بين ام اي موان زان غتكون واحد لا دوغي اللي هي قليله، صافقين. واحد المده زمنيه اللي هي قليله، دلتا تي تكون قليله بزاف، داكوغ. دونك هاد لا دوغي لا بوزيسيون الوقت، قلنا الوقت اونتخ جوج ديال لي بوزيسيون توجور هو 0.1 سكوند، يعني اش يعني ان الوقت اونتخ ام اي موان زان و ام اي هو 0.1 سكوند، ولا دوغي اونتخ ام اي ام اي بلس ان تاهي 0.1 سكوند. دونك شنو غيدير احمد؟ غيطبق العلاقة، بادر غيدير العلاقة ديال في لا فيتاس في داك لانستون فاش غيدوز احمد غيسميها في اي فيتاس انستونتاني، داكوغ. او غادي يطبق لا غولاسيون، دونك لا غولاسيون هي اش؟ هي المسافة، قلنا هي دي سيغ دلتا تي، دي سيغ دلتا تي، وهاد المسافة هي اش؟ هي من ام اي موان زان لام اي بلس ان. دونك غادي يسميها غيدير ليها هي ام اي موان زان لام اي بلس بلس ان، داكوغ. وغادي يقسم على المدة الزمنية، هاد المدة الزمنية بين بين يعني اللحظة بين بوزيسيون ام اي بلس ان و ام اي موان زان، اللحظة ديال هادي غنسميوها تي اي بلس ان، واللحظة ديال هادي غنسميوها تي اي موان زان. دونك هي تي اي بلس ان، متفقين، هي اللي جات بعد، غادي ينقصها من تي اي موان زان، متفقين، متلف ما والو. دونك هنايا المسافة، المسافة باش كنقوليك مثلا المسافة اونتخ جوج لي بوان ا اي بي، جوج لي بوان ا اي بي المسافة بيناتهم هي المسافة ا بي. دونك لا ميم شوز، هاد لو بوان ام اي و لو بوان ام اي ام اي موان زا و ام اي بلس ان المسافة بيناتهم راه هي ام اي موان زا ام اي بلس ان بحال ا بي تو سامبلومون. ولكن الوقت لا، الوقت الزمن لا، هاد لي دو انستون لا، هذا تي اي بلس ان وهذا تي اي موان زا. هاد تي اي بلس ان غادي يكون كبر من تي اي موان زا بطبيعة الحال، يقدر يكون هذا مثلا هذا 3 سكوند وغادي يكون قدر جوج سكوند، او لا هذا 1 سكوند. دونك 3 سكوند ضروري خصنا نديرو لها ناقص 1 سكوند. علاش؟ لان ديما لا دوغي كتكون دلتا تي ديما كتكون بوزيتيف، ديما كنديرو تي فينال ناقص تي انيسيال، دلتا تي توجور كتكون بوزيتيف، كتكون هي تي فينال ناقص تي انيسيال، و تي فينال راه هي تي اي بلس ان تي انيسيال اللحظة البدئية هي تي اي موان زان. دونك ما عليناش. دونك شنو دار احمد؟ غادي يحسب هاد المسافة هادي مثلا، غادي ياخد هي تقريبا تقريبا هي دونك تقريبا هاد المسافة اللي قطع احمد اونتر هاد جوج لي زانستون غادي يلقى مثلا هي ان متر، ان متر، داكوغ. دونك قلنا المسافة اونتر جوج يعني جوج لي بوزيسيون راه غنعمل لها بالكاميرا جوج لي بوزيسيون هي 0.1 سكوند، هي 0.1 سكوند، يعني من زيرو من ام اي موازال ام اي غتكون تقريبا ما عرفناش واش 0.5 متر ولا شنو، ما كيهمنيش. ولكن لا بوزيسيون اونتر جوج ديال لي زيماج، جوج ديال التصاور ولا جوج ديال لي زيماج ولا جوج لي بوزيسيون هي 0.1 سكوند. دونك هنايا من هنا لهنا عندي 0.1 سكوند، ومن هنا لهنا عندي 0.1 سكوند اللي هي 2.02 سكوند، داكوغ، 0.2 سكوند. دونك هنايا 1 متر على 0.2 سكوند هي اش؟ هي 5 متر بار سكوند، واللي هي لا فيتاس اللي لقات سلمى 5 متر بار سكوند. دونك كيفاش دار ليها كيفاش دار ليها بدر؟ حتى لقى ان هاد لا فيتاس ديالو لقاها يعني بحال لا فيتاس اللي كي يعني كيلقى ديال الرادار. دونك كيفاش دار ليها؟ دونك هنايا لا فيتاس انستونتاني كيفاش كنحسبوها؟ كناخدو لا بوزيسيون اللي بغينا نحسبو فيها لا فيتاس، وكنشوفو لو بوان اللي قبل ولو بوان اللي بعد تو سامبلومون، كنشوفو لو بوان اللي قبل ولو بوان اللي بعد، متفقين. نا مقسوم على ياش؟ مقسوم على لا دوغي ديال تي اي بلس ان، يعني يعني لانستون ديال لو بوان اللي بعد ناقص لانستون ديال لو بوان اللي قبل، متفقين. دونك تو سامبلومون هادشي اللي كاين. دونك مثلا مثلا عندي مثلا واحد الجسم كينطلق مثلا في واحد يعني في واحد كيدير ليا لي بوزيسيون ام 1 ام 3 ام 4 الى اخره، وانا بغيت نحسب لا فيتاس في هنايا في ام 2 ساشون مثلا كل دوغي مثلا اونتر جوج لي بوين مثلا هذيك 0.1 سكوند اللي اختار هنا حنا، ولا مثلا نسميوها هي طو، نسميوها هي طو. دونك شنو هي طو؟ هي المده الزمنيه ولا لا دوغي اونتر جوج لي بوين ولا جوج ديال التسجيلات جوج لي زونجيسترومون، داكوغ. دونك طو ديما ديما حنا كنخدمو في هذا الدرس ديما كناخدو واحد لا دوغي ما كتغيرش، تقدر تغير المسافة ولكن هاد لا دوغي ما كتغير، هاد لا دوغي كتكون اونتر جوج لي زونسترومون توجور كيما درت مع الكاميرا اللي باش اللي صورات لينا احمد. دونك هنا بغيت نحسب مثلا لا فيتاس في دو، بغيت نحسب مثلا لا فيتاس انستونتاني في اللحظة دو، داكوغ. دونك هاد لا فيتاس انستونتاني في اللحظة
يعني في لو بوان ام 2 اش كتساوي؟ كناخذ لو بوان اللي قبل ولا لو بوان اللي بعد؟ يعني اش غناخذ المسافه هذه من ام 1 حتى ام 3. دونك هي ام 1 ام 3 على ياش؟ على المده الزمنيه اونتر ام 1 وام 3. دونك هنا المده الزمنيه اونتر ام 1 وام 3 هي شحال فيها من طون؟ فيها دو طون. داكوغ دو طون. وكما لاحظتوا هنايا قبيله كنا اونتر تي اي بلس 1 و تي اي موانز 1 درنا 0.1 سكوند 0.1 سكوند، يعني خدينا جوج 0.1 سكوند. دونك اش لاحظتي ان توجور في لا فيتاس انستونتاني كنديرو 2 في هذيك المده الزمنيه كتكون عندنا طو. داكوغ دونك لا فيتاس انستونتاني ديما كتكون فيها دو طو. دونك هنا وكتاخد هاد المسافه هادي بطبيعه الحال خصك تحولها للمتر، ما تخليهاش بالسنتيمتر. الا كانت عندك بالسنتيمتر كضربها في 10 اس ناقص جوج، متفقين؟ وهنايا نسطو هادي غالبا كتكون عندنا بالميلي سكوند، خاصك تضربها باش تحولها للسكوند خاصك تضربها في 10 اس ناقص 3. دونك هادي هي لا فيتاس انستونتاني. نعطي مثال اخر، مثلا بغيت نحسب لا فيتاس في في 4 وانا عندي ام 5. دونك شنو هي لا فيتاس في في 4؟ في 4 ناخذو لو بوين اللي قبل في 4 ام 4 عفوا هو ام 3، دونك غندير هو ام 3 ام 5. يعني اش هي المسافه ام 5 ام 3 ام 5؟ هي المسافه ام 5 ام 3 ام 5 على المده الزمنيه تي 5 موان تي 3 اللي هي 2 طون. هادي هي لا فيتاس انستونتاني. وهكا بدر يعني كيغلب سلمى. سلمى ما كترضاش، داك الجهاز شراتو غالي بزاف، متفقين؟ خسرات فيه الفلوس. وفي الاخر يعني باغ ان كالكول يعني سامبل قدر بدر انه يحسب لا فيتاس انستونتاني سون غادار سون، يعني بلا واحد بلا جهاز بلا والو، متفقين؟ هادشي اللي كاين. دونك هادي هي لا فيتاس انستونتاني. الا فهمتي لا فيتاس انستونتاني سي بيان، داكوغ؟ دونك هنايا بدر جا كيعيق على سلمى عاوتاني، يعني باش يغيضها مرة أخرى. قال ليها كيفاش تحسبي لا فيتاس انستونتاني مثلا إلا كنا في القسم؟ كيفاش نتي تحسبي لا فيتاس، يعني عفوا مويان، إلا كنا في القسم وعندك أونجيستخومون؟ لأن مثلا هاد الجهاز هذا ما غاديش يحسب ليها لا فيتاس مويان. جهاز داك الرادار كيحسب جوست لا فيتاس انستونتاني. دونك هنايا لا فيتاس مويان كيفاش كيحسبها بدر؟ كيحسبها بهاد العلاقة عاوتاني. مثلا بغينا نحسبو لا فيتاس من ام 0 ل ام 5، من ام 0 ل ام 5 غادي ناخدو هي المسافة من ام 0 حتى ام 5 على المدة الزمنية تي 5 موان تي 0 على تي 5 موان تي 0. دونك توجور إلا بغيت نحسب لا فيتاس مويان كنشوف لو بوان منين بدينا دو ديبار حتى لو بوان داريفي. هادي راه مسافة، وياك وياك دير هنا ناقص بيناتهم، هادو دي بوان راه مسافة. بحال كنقوليك مثلا عطيني مسافة ا بي، المسافة اونتر لي بوان ا بي هي كتكتب ليا ا بي على دلتا تي هي ا بي، متفقين؟ نفس الحاجة هنايا قلت لك نحسب ديال فيتاس اونتر ام 0 و ام 5 راه كدير لا فيتاس يعني المسافة ام 0 و ام 5، وهنا كدير تي 5 موان تي 0. غير هنا تي 5 موان تي 0 كتشوف شحال عندك من طو. دونك هنايا قلنا شحال عندي من طو من ام 0 و ام 5، هنا هو السيرو الاحمر. دونك عندي ها طول الاولى كنشوف شحال عندي من طول في الشكل، ها طول الثانيه ها هي بديت من ام 0، طول الثالثه، طول الرابعه، طول الخامسه. دونك 1 2 3 4 5. دونك هنايا غادي ندير في السطر الثاني، السطر الثاني غادي ندير ام 0 هي المسافه ام 0 ام 5، انت غتحولها غتحسب هذه المسافه من طبيعه الحال بالمسطره، تحسبها بالمسطره، وغادي ندير هي ام 0 ام 5 على 5 طول 5 فوا طول. دونك هذه هي لا فيتاس موين. لا فيتاس موين كيما نقطه البدايه ونقطه النهاية، متفقين؟ هادي من ام 0 حتى ام 5. قلت لك حسب لي لا فيتاس مويان من ام 1 ل ام 2، من ام 1 ل ام 2 غادي ليا هي المسافة ام 1 ام 2 على المدة الزمنية تي 2 ناقص تي 1 ناقص تي 1. دونك هي ام 1 ام 2 وشحال عندك من تي 2 لتي 1؟ شحال عندك من طو؟ عندك ان طو. دونك غادي نديرو طو. جو بونس راك فهمتي دابا مزيان، داكوغ؟ ان شاء الله التمارين غادي نحاولو نفيكسيو هادشي مزيان. دونك هادي هي لا فيتاس مويان ولا فيتاس انستونتاني، داكوغ؟ غير كيما قال سلمى ان لا فيتاس مويان هذه طريقه الحساب ديالها، غير هو لا فيتاس مويان ما كتمكننيش باش نعرف انه واش الموفمون اكسيليغي ولا غوتاردي ولا يونيفورم. داكوغ؟ موفمون اكسيليغي قلنا هو لا فيتاس اولوغمونت، كتزاد لا فيتاس مع الحركه كيتسمى موفمون اكسيليغي، صافي اكسيليغي. الا كانت لا فيتاس ديمينيو كتنقص مع لو طون كنقولو موفمون غوتاردي غوتاردي. ولا كانت لا فيتيس كتبقى ثابته كونستانت، لا فيتيس كونستانت كنقولو موفمون يونيفورم، حركه منتظمه. داكوغ؟ دونك هادشي اللي كاين. دونك غير هنايا لو ان احمد مثلا كان بغى يعتمد على واحد المساله يقدر مثلا بادر كل لو انا بيعتمد على واحد المساله يقدر يعرف واش موفمون غوتاردي ولا يونيفورم. دونك كيفاش كنعرفوها؟ على حساب المسافات. الا كانوا المسافات انهم كيتزادوا
دابا اش قلنا؟ قلنا المدة الزمنية كتبقى توجور هي كتبقى هي صافقين، ولكن هاد المسافات كيتزادوا. الا شفنا ان المسافات كيتزادوا خلال نفس يعني لي دوغي خلال نفس المدة الزمنية، كنقولوا ان الموفمون راه اكسيليغ. الا كانوا المسافات يعني لي ديستونس باركوري يعني اوغمونت دون دي دوغي ايغو، المدة الزمنية متقايسة، راه كنقولوا ان الموفمون اكسيليغ. الا كانوا المسافات كيتزادوا والمدة الزمنية كتبقى هي، موفمون اكسيليغي. اذا كانوا المسافات كيتناقصوا والمدة الزمنية هي كتبقى اونتر جوج لي بوان ديما، راه كنقولوا موفمون غوتاردي، صافي حركة متباطئة. اما الا كانوا المسافات متقايسة، هادي اللي كنطيحوا فيها بزاف، راه في نفس المدة الزمنية طو 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 صافي، كنقولوا ان موفمون لي ديستونس باركوري سي سي سون لي ديستونس باركوري دون دي ري ايغو سي سون ايغو، اون دي كو لو موفمون اي اونيفورم، صافي كنقولوا ان الموفمون راه اونيفورم. داكوغ، دونك دابا غادي نحاولو نركزو على شوية فيتاس انستونتاني. دونك علاش؟ لأنه مهم بزاف فيتاس مويان مكنركزوش عليها بزاف. دونك قلنا باش كنحددو أنه موفمون واش اونيفورم ولا اكسيليغ ولا غوتاردي، كنعتمدو على فيتاس انستونتاني. سي لا فيتاس انستونتاني اوغمونت راه موفمون اكسيليغ، سي لا فيتاس يعني انستونتاني ديمينيو سي ان موفمون غوتاردي، سي لا فيتاس انستونتاني يعني غيست كونستونت سي ان موفمون اونيفورم. دونك دابا غادي نركزو على شوية على الفيكتور فيتاس، فيكتور فيتاس انستونتاني. دونك ركز معايا عافاك بزاف، لان هاد الفيكتور فيتاس راه غادي يعطيك من طبيعه الحال لا كيسيون في الامتحان. فيكتور فيتاس انستونتاني غادي يقعد انستون طاني، غادي يطلب منك في يعني في ليكزامان يعني دوني لي كاركتيريستيك ديال فيكتور فيتاس. دونك اي فيكتور كيما كان راه عنده اش، عنده اوريجين، عنده اوريجين داكوغ، عنده ديريكسيون اتجاه، عنده سونس، وعنده اون نورم. اون نورم دونك مثلا انا نعطيو اكزامبل مثلا في داك المثال اللي عطينا في الاخر. دونك الا خدينا مثلا بزاف لي بوزيسيون ام 1 ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 الى اخره، داكوغ، ام 1 ام 4 الى اخره. دونك وطلبت منك مثلا اعطيني لا فيتيس انستونتاني مثلا في لو بوين ام 2، لا فيتيس انستونتاني في لو بوين ام 2. دونك قلنا لا دوغي، لا دوغي اونتر جوج لي بوزيسيون توجور هي طو طو، داكوغ. دونك لا فيتيس انستونتاني الا بغيت نحسب لا نورم، الا بغيت نحسب لا نورم مثلا في ام 2 غادي نكتب في في 2 كتساوي هي ديستونس ام 1 ام 3 الى ديستونس ام 1 ام 3 على اش على دو طو، توجور عندي دو طو. يمكن لك تكتب تي 3 موان تي 1 دونك، غير حنايا زربنا شويه تي هي دو طو. دونك الا افترضنا مثلا ان لا ديستونس هي 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر اونتر جوج لي بوين، ديما اونتر جوج لي بوين هي 1 سنتيمتر، دونك غتكون هي جوج سنتيمتر مثلا، جوج سنتيمتر جوج سنتيمتر، و طو كتساوي مثلا هي 20 متر بار سوك 20 ملي سكوند، دونك هي 2 فوا 20 ملي سكوند. دونك خاصني نحول هادشي، دونك جوج سنتيمتر جوج هي 10 لا بويسونس موان 2، و 20 ملي سكوند هي جوج فوا 20 فوا 10 لا بويسونس موان 3 داكوغ. دونك هنايا تمشي ليا 10 مع عندنا 20 هي جوج في 10، و 10 في 10 اس ناقص 3 هي 10 اس ناقص جوج، 10 اس ناقص جوج تمشي ليا مع 10 اس ناقص جوج، تبقى ليا 2 سور 4، لان 2 فوا 2 هي 4. دونك في 2 هي 2 سور 4 اللي هي 1 سور 2 اللي هي 0.5 متر بار سكوند. داكوغ، دونك لا نورم غادي نحسبها بهاد لا غولاسيون. دونك نسيت ما قلت لكم ان هاد لا غولاسيون اللي دار بدر يعني اللي اكتشفوا هذا كتسمى غولاسيون دونكادغومون، كتسمى غولاسيون دونكادغومون. دونك قبل ما تصاوبها فاش بغيت تحسب لا فيتاس انستونتاني غادي تكتب اون اوتيليز لا غولاسيون دونكادغومون، وتخدم بالعلاقه ديال لا فيتاس ديال انستونتاني اللي ضربات، متفقين؟ دونك كتسمى غولاسيون دو كادغومون، بالنسبه للعربيه كتسمى علاقه التاثير. يعني كيفاش غولاسيون دو كادغومون؟ يعني هاد لو بوين ام 2 كنأثروه كنحصروه بلو بوين اللي قبل منه ولا بوين اللي بعد منه، ولكن قلنا كيفاش يعني كنطبقوا العلاقه ديال لا فيتاس مويان، ولكن واحد المده اللي صغيره، متفقين؟ واحد المده اللي هي صغيره يعني اونتر ام 1 وام 3. دونك هنا نورم ديت بيا الاولى غادي تكتب هي في مثلا، مثلا قلنا حنا حسبنا لا فيتاس في ام 2 غتكتب في فيديو كتساوي 0.5 متر بار سكوند، داكوغ. دونك بالنسبة لوريجين، لوريجين ديال فيكتور فيتاس باش راسمو لوريجين راه كيكون في لو بوان فين كنحسبو، لوريجين كيكون في لو بوان ولا في لا بوزيسيون فين كاين المتحرك في ديك اللحظة. هو كاين دابا في ام 2 حنا كنحسبو لا فيتاس، كنحسبو لا فيتاس في في 2، دونك لوريجين ديال هاد لا فيتاس غادي يكون في ام 2، صافقين؟ اي فيكتور راه عنده اصل، عنده اوريجين وعنده طرف، دونك ام 2 راه هي لوريجين ديال فيكتور فيتاس، هي لوريجين ديال فيكتور فيتاس في في 2، غادي نديرو هي لا بوزيسيون ام 2.
position M2. D'accord. بالنسبة للديريكسيون شنو هي الديريكسيون؟ الديريكسيون قرينا في يعني ديما كنقراوها في المطلع في الفيزيك هي مستقيمية سي اون دروات. داكوغ دونك خاصك تفرق بين لا ديريكسيون ولو سون. لو سون راه هو الملحة. دونك لا ديريكسيون ديال فيكتور فيتاس عقل عليها عقل عليها عافاك عافاك كنظنك عقل عليها لأنها تحتاج العام الجاي والعام اللي بعد في الباك. دونك لا ديريكسيون راه ديما مستقيم وهذا المستقيم هذا بالنسبة كنقولو هو ديال فيكتور فيتاس كنقولوا لا دغوات طونجونت على تراجيكتوار لا دغوات طونجونت على تراجيكتوار عقلتوا لا تراجيكتوار درنا في الفيديو الاول لا تراجيكتوار هو المسار المسار ديال المتحرك ديالي هو مجموع النقاط ام 0 ام 1 ام 4 الى اخره هو المستقيم هذا او هذا الخط متفقين الفيكتور فيتاس الاتجاه ديالها كيكون طونجونت ليه شنو هي طونجونت ليه مماس ليه متفقين كيماسو متفقين كيماسو في الحاله فاش كتكون حركه مستقيميه عقليه في موفمون ريكتيلين حركه مستقيميه كيكون طونجونت هي منطبق هي كونفوندي طونجونت هاد لوكا كيكون فيكتور فيتاس كونفوندي كيكون منطبق مع لا تراجيكتوار هي في الحاله ديال الحركه مستقيميه في الحاله ديال الحركه مستقيميه موفمون ريكتيلين فيكتور فيتاس هاد طونجونت على تراجيكتوار يعني كيكون طونجونت كيكون يعني كونفوندي مع لا تراجيكتوار متفقين دونك فهاد لوكا فيكتور فيتاس راه غادي يكون يعني هاد الاتجاه ديالو او المستقيم اللي كيحمل ليا هاد المتجهه غادي يكون مع يعني منطبق مع هاد متفقين دونك فيكتور فيتاس اما غادي يكون فهاد لو سونس اما فهاد لو سونس هذا الملحه ولكن لا دغوات اللي كتحمل ليا راه غتكون منطبقه مع لا تراجيكتوار لو تراجيكتوار رسمته بالموف لا ديريكسيون ديال فيكتور فيتاس رسمتها بالاحمر دونك هذا هو الاتجاه ديالو يعني منطبق في الحاله ديال اللي كان عندك موفمون كيرفيلين الى عندك موفمون كيرفيلين دونك واخا ما هضرناش عليهم نسيناهم دونك ماشي مشكل طبعا نعاود نهضر عليهم دونك الى كان عندك موفمون كيرفيلين بحال هذا الفيكتور فيتاس كيكون طونجونت كيكون طونجونت في ان بوين كيكون طونجونت في ان بوين دونك لا ديريكسيون كرسمها في خط متقطع طونجونت في ان بوين عقلتو على المماس انه في الرياضيات هو المستقيم اللي كيمس ليا مثلا واحد المسار ولا واحد الدائره المسار المماس في دائره هو اللي كيمسها في نقطه واحده دونك لا ميم شوز حتى انا كنقيم مثلا في نقطه واحده اللي هي لو بوين ام 2 صافقين دونك هنا كيكون ان بوين هنا كيكون في الحركه مستقيميه كيكون لا فيكتور فيتاس كيكون منطبق مع لا تراجيكتوار دونك هذا انت شنو تكتب لي في الامتحان طونجونت على تراجيكتوار او بوين ام 2 او بوين لا ام 2 ولا او بوين ام 2 اللي عجبك صافقين سالينا مع لا ديريكسيون بالنسبه للسون le sens ديال الموفمون le sens ديال la vitesse كيكون توجور هو le sens du mouvement عقل على هادي تاعو علامات الخطر صافقين دونك شنو هي علامات الخطر الثانيه ديما قلنا اول حاجه علامات الخطر الاولى هو ان لا فيكتور فيتاس خصك تعقل عليها انها ديما طونجونت لا تراجيكتوار ديما هي مماس يعني مماس لا تراجيكتوار بالنسبه للحاله العلامه الثانيه او الاشاره الثانيه اللي خصك تركز عليها هي le sens du mouvement اذا كان الجسم le sens de la vitesse الا كان الجسم غادي في واحد الاداه هو المنحى ديال الحركه سونس دي موفمون الفيتاس ديما كتكون غادي مع منحى الحركه الفيكتور فيتاس المنحى ديالها ديما كيكون غادي مع منحى ديال الحركه دونك الا كان عندي هذا هو سونس دي موفمون فالفيكتور فيتاس ما غاديش يكون غادي كيشوف في لوتر كوتي غادي يكون كيشوف هذا الكوتي دونك مثلا غادي نشوفوا مثلا شي اشير كونفونابل مثلا اشير كونفونابل غادي ناخذ مثلا بور مثلا 0.5 pour 0.5 mètres par seconde, maintenant la limite est 1 cm. D'accord. Donc, on a un MSF maintenant il y a 1 cm entre deux points. Donc, à l'origine, ou M2. Donc, on a une lettre là, a dit H, il y a la vitesse V2. Maintenant, sache que c'est le mot de s'agir. D'accord, il y a la vitesse V2. Donc, il y a quand même M2, tel M3, il y a un taux de l'arc, c'est 1 cm. À travers ce matin, sous l'âme, tabé de l'âme, sous l'âme, ou 0.5 mètres par seconde pour chaque centimètre. Donc, on a la vecteur vitesse qui va convaincre le sens tangent à la trajectoire, tout le dialogue à 1 cm, la sepsulam l'ertarena, ou quand c'est le M2. Donc, le sens dialogue, quand c'est le sens du mouvement, sens du mouvement. Moi, j'ai le vecteur vitesse qui me chiffre le sens opposé du mouvement. Dis-moi, vecteur vitesse qui me chiffre le sens dialogue au mouvement, mon hal haraka. Même quand j'ai ce qu'on a dit là-dessus, ou le vecteur vitesse, on a un hal akhod. Alors, qu'il y a juste le hal haïd, le vecteur vitesse, ou le hal haraka. غير هو الملحيان كيكونوا بحال صافقين لان غادي نقراو ان شاء الله في الباك
يعني واحد الفيكتور كيتسمى فيكتور اكسيليراسيون، هذاك يقدر يكون ماشي فيكتور، يكون ما عندوش، يقدر يكون ما عندوش لو سونس دو موفمون، متفقين؟ دونك اكسيليراسيون هي واحد على غروندا، وعاد تاني كاينه فوق لا فيتيس. دونك ما عليناش، حنا نركز دائما فيكتور فيتيس راه عنده لو سونس دو موفمون. هي بالنسبه للاشاره اللي قلنا هنايا بالنسبه لي تيب دي موفمون، كاين جوج لي تيب دي موفمون، كاين موفمون، كاين موفمون لي هو ريكتيلين، موفمون ريكتيلين يعني عنده اش، عنده تراجيكتوار ريكتيلين، عنده تراجيكتوار ريكتيلين، مسار يعني مستقيم. وكاين موفمون كيرفيلين، موفمون كيرفيلين عنده مسار لي هو ماشي مستقيم، هو منحني. اي مسار، اي تراجيكتوار ماشي مستقيم كنسميه كيرفيلين، اي مسار. دونك حتى هذا المسار هذا اللي عقلتو علاش كيتسمى موفمون سيركولير، موفمون سيركولير راه قريتو في الكاتخيام، راه هو غير حالة خاصة من كيرفيلين، لأن اش قلنا، أي مسار، أي تراجيكتوار ماشي ريكتيلين راه هو كيرفيلين، متفقين؟ دونك كيرفيلين راهي حالة سيركولير، غير حالة خاصة، حركة دائرية هي الحالة خاصة من كيرفيلين، متفقين؟ تو سامبلومون. دونك غنزيد واحد البونيس، هنايا. شنو هو هاد البونيس؟ إلا طلب منك يعني ترسم لا فيكتور فيتاس يعني في موفمون كورفيلين، تفخي موفمون كورفيلين. عندك هنايا مثلا واحد التراجيكتوار بحال هكا، وقال لك مثلا رسم لي فيكتور فيتاس في مثلا في لا بوزيسيون مثلا ام 2، ام 2. دونك مثلا غادي تمثل انت ب 1 سنتيمتر، غتمثل ب 1 سنتيمتر. دونك كيفاش غادي نرسموا هاد الفيكتور فيتاس طونجونت طونجونت في لو بوين ام 2؟ دونك عقل على الطريقه. اول حاجه خاصني مسطره ضروري، صافقين؟ اول حاجه باش ترسم المماس ما كنديروش الطريقه، ديال الرياضيات، متفقين؟ كنديرو طريقه خاصه بالفيزيك. اول حاجه كنرسمو هاد المستقيم هذا، كيتسمى الوتر، دونك فرنسيه ما عقلتش على السميه، الا كان هو ليبوتينوس ممكن. دونك كنرسمو هاد المستقيم هذا، متفقين؟ كيتسمى الوتر، المهم الوتر بالفرنسيه هو ليبوتينوس، داكوغ؟ دونك كنرسمو هاد المستقيم هذا، هاد المستقيم اش دابا حنا بغينا نرسمو لا فيتاس يعني في 2، لا فيتاس في 2 هي لا فيتاس ديال بوان ام 2. وانت باش ترسم هاد لا فيتاس كنرسمو هاد الوتر اللي كي يعني لا دغوات كي باس باغ ام 1 و 3، يعني لو بوان اللي قبل و بوان اللي بعد. دونك ضروري خصك ترسم هاد المستقيم هذا، داكوغ؟ هاد المستقيم. دونك ابخي غادي نرسم الاتجاه، لا ديريكسيون ديال لا فيكتور فيتاس في 2. دونك باش ترسمها خصك تاخد المستقيم هاد دغوات باراليل ليها، تفقي هاد دغوات باراليل، هاد دغوات باراليل هي اش؟ هادي هي لا طونجونت، دونك هادي هي الطريقة، متفقين؟ تقدر ترسم المستقيم العمودي على هذا، وعاوتاني ديال العمودي على هذا. المهم نتايا خاصك تشوف كيفاش تسلك راسك باش ترسم باراليل، هذا يكون باراليل مع هذا، متفقين؟ دونك وابخي كنشوفو يعني تكون فيها 1 سنتيمتر، كنديرو فيها 1 سنتيمتر، مثلا غادي ناخدي من 36 حتى 37، داكوغ؟ وهادي هو فيكتور فيتاس، غادي نسميه في فيديو، ما تنساش تكتب عليه في فيديو متجهة، داكوغ؟ فيكتور فيديو. دونك هادي هي الطريقة يعني باش ترسم فيكتور فيتاس في موفمون كيرفيلين، عقل عليها. عفاك راه ماشي بحال الرياضيات، الرياضيات كنتوما كديرو المستقيم العمودي على الشعاع إلى آخره. دونك الفيزيك حاجة أخرى. دونك ان شاء الله في التمارين راه غادي نحاولوا نطرقوا لهاد موفمون كيرفيلين، وغنطرقوا شي تمرين فيه موفمون يعني ريكتيلين حتى هو فيه هاد لي رونج ترومون. دونك ان شاء الله الفقره الجايه غادي نحاولوا يعني قبل ما ندوزو للتمارين غادي نحاولوا نديروا ليكواسيون اوغير، داكوغ؟ دونك هاد لا بارتي دو راه كملت في هاد يعني في هاد لو بوين هذا، داكوغ؟ ان شاء الله البارتي الثالثه راه مهمه بزاف، هي لا بارتي دو، متفقين؟ لان لا بارتي دو غادي نشوفوا فيها ليكواسيون اوغير، والإيكواسيون أوغيغ هي اللي كتجيكم صعيبة. دونك إن شاء الله راه ما تجيكم صعيبة لا والو، حاول تفرج فيها كاملة إن شاء الله في الفيديو نيميرو 3 أو البارتي نيميرو 3. يلا في أمان الله، نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو نيميرو 3.